عمرك شفت فريق في الدوريات الخمسة الكبرى يحقق الدوري لمدة 5 سنين في آخر 6 مواسم بس؟ أحب أقولك أيوة، فيه النادي ده يبقى مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بقى مهيمن على الدوري الإنجليزي بطريقة غريبة جدا. النادي حقق لقب البريمير ليج للمرة الرابعة على التوالي، حصد فوز صعب جدا على ويست هام. كتيبة جوارديولا خلصت على أمال نادي أرسنال بعد ما كان الفريق بيحلم التتويج باللقب بعد غياب لمدة 19 سنة. انتوا متخيلين؟ السيتي وصل لمرحلة صعبة، بقى متحكم في مسار مباريات الدوري الإنجليزي بطريقة غير مسبوقة. السيتي بيفضل سايب الفرق التانية بتتنافس وبتتصدر الدوري، ويجي في آخر 10 جولات ومش بيتنازلوا عن الفوز. وطبعا كل الكلام ده ما كانش هيحصل من غير العقل المفكر للسيتي، بيب جوارديولا. الراجل ده وصل لمرحلة فظيعة في الدوري الإنجليزي وكرة القدم بشكل عام، حافظ أفكار كل المدربين ولاعبين الدوري، مدير فني زي ما الكتاب قال. لكن هيمنة السيتي على الدوري زرع الشكوك في جمهور الكرة الأوروبية. إزاي دوري مصنف من أقوى دوريات العالم فريق واحد بس يحصد لقب الدوري 5 مرات في آخر 6 مواسم؟ مفيش فريق حقق الإنجاز ده غير مانشستر يونايتد، وحالياً السيتي يحول أغلى دوري في العالم لسباق من طرف واحد، مع العلم إن اللي بيحصد اللقب في الدوري الإنجليزي بيبقى كسبان فرق نقطة أو 2 بالكتير. قلنا بقى إيه رأيك في الكلام ده؟ وهل ستستمر هيمنة السيتي على الدوري الإنجليزي؟